مرحبا بكم إلى واد القنار هنا بهذا المكان الجميل. إذن بعد ما وضعنا جميع الترتيبات اللازمة، تعرفنا على الجيد، تعرفنا على المنسق المساعد، ووزعنا الأدوار، غادي نبداو في يعني فتح الطريق في اتجاه المنبع. كيجيو لمجميع مناطق المغرب، فقط كنطلبو الله يجازيكم بخير شويه ديال المحافظه على البيئه، ما ترميوناش الزبل في الوالي، ما تكونوش متهورين، ودائما ديروا احتياط ديال السلامه، لان غادي تزقوا وتهرسوا وتمشيو للمستعجلات. يقول الله يحفظ، تهلاو في راسكم وديروا جميع التدابير الحمائيه باش النهار يدوز مزيان. وشكرا خويا حسين. إذن الجولة دازت مزيان بالنسبة للشوط الأول. شبابو مرحبا. سي ورنيش منين وقع؟ كلشي ناشط. كلشي ناشط. اللي شبارك شكون كني ولا شتي اللي جا قاي ناشط فرحان. ياك اللي عندك. بصحتكم الصراحة جو كان يستحق غاتكسب. حسين بخير. صافا؟ تبارك الله عليك أسامة. أمور مليح. أسامة مرحبا بكم، مرحبا بكم في فواياج. نحن ديت هذه السارة والحمد لله. عجباكم الحال؟ كلشي سوبر، كلشي منظم، كلشي بشكل مسؤول عجيب. الطاجين ليها حتى الرفاقه ما سموي يعني راه كاين هذاك العمية المنية ديال السوبر عجيب يا ربي. إذا ما عرفتش هذه الجميلة، وهذا راه نداء الجميع
الحسيميين والحسيميات انهم يفكروا يديروا بقاو يديروا هذا النوع ديال الخرجات. هذا سميتو واد القنار، يعني في النواحي ديال الشاون، يعني تبع الاقليم الشاون. كيبقى دائما مبادره بيئيه اجتماعيه عائليه انسانيه ممتازه. فقط كنقول بلي ان اللي ما كيقدرش يمشي للطبيب، اللي ما كيقدرش يقلب على بسيكياتر يمشي للطبيعه وغادي يشوف الفرق. اش كدير؟ اش كتنظم؟ انا تنديدي فواياج اورغانيزي. سير جيت تبارك الله عليك سيدي طريق، الله يحفظك. الى مدينه وادي النار نفقاكي، نرجوك على الاقتراب ان شاء الله.